أهلاً أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليك النور بصلي من كل قلب أن هذه الحلقة تكون سبب بركة لحياتك حديثنا في هذه الحلقة وبالواقع كل هذا الشهر بنحتفل في عيد ميلاد ربنا يسوع المسيح فمعظم الحلقات رح تدور حول موضوع ميلاد المسيح في هذه الحلقة اخترنا أن نتكلم عن النبوات التي تتعلق بولادة ربنا يسوع المسيح أنا بدعوك لتشاهد هذه الحلقة لأنها رح تكون سبب بركة لحياتك خليني أقول أن هذه النبوات عديدة كثيرة في العهد القديم اللي بتتكلم عن ميلاد ربنا يسوع المسيح، اللي بتتكلم عن حياة يسوع المسيح، بتتكلم عن أعماله عن معجزاته الخارقة، بتتكلم عن آلامه، عن صلبه، عن موته، وعن قيامته، وبتتكلم أيضاً عن مجيء المسيح ثانية، عندما يرجع ثانية إلى الأرض، تتكلم عن النبوات اللي بتتعلق بالفداء والخلاص في مجيء الأول المسيح الأول وبتتعلق في مجيء المسيح الثاني في نهاية الزمن في الأيام الأخيرة خليني كمان أبتدي أقول أحبائي أن الكتاب المقدس اللي بين إيدينا جزء كبير منه نبوات هو كتاب نبوات أيضا ومثل ما ذكرت نبوات عديدة اللي بتتكلم عن ممالك بتتكلم عن عروش بتتكلم عن ملوك عن سلاطين عن امراء وهكذا بتتكلم عن نبوات كثيرة من بداية الأيام نبوات اللي بتتعلق في مملكة آشور نبوات اللي بتتعلق في مملكة بابل نبوات اللي بتتعلق بمملكة الفرس نبوات بتتعلق بمملكه اليونان والرومان، نبوات بتتعلق في دمار هيكل اليهود في اورشليم ونبوات لا حصر لها. في البدايه خليني اقول أن هذه النبوات هي نبوات محدده نبوات مهدفه نبوات مش مجرد تكهن او تخمين مش مجرد محاولات عبث ان شاء الله او لربما سيحدث لا بتتكلم عن اشياء يعني محدده مهدفه جدا وهذه النبوات لم تضاف في وقت لاحق والدليل الاكبر طبعا مخطوطات قمران اللي اكتشفت سنه 1947 بواسطه راعي للغنم عند بحر الميت في منطقه قمران وهناك طبعا كان بيلحق احد العنزات ورمى حجاره وسمع تكسر الاجرار ومن هنا ابتدات الحفريات والاكتشافات في معظم مخطوطات العهد القديم واهم مخطوطه اللي هي موجوده في المتحف في القدس اورشليم مخطوطه اشعياء النبي من حوالي 150 ل 200 قبل الميلاد وهي بالضبط بتتكلم عن نفس النصوص أو النص الكتابي الموجود بين إيدينا وهذا إن دل على شيء بدل أن الله ساهر على كلمته ليجريها أنا بدعوك لتشاهد هذه الحلقة اللي راح تكون سبب بركة لحياتك أحبائي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين مرة اخرى انتم تشاهدون برنامج ليكن نور بث مباشر على القناه الفضائيه قناه الحياه وممكن ايضا تشاهد هذه الحلقه على برنامج ليكن نور عبر نور لجميع الامم على الانترنت حاليا طبعا لايف بث مباشر ويمكنك ايضا اذا انت تتسمع من أي مكان ممكن تشوفه على الآيفون أو الأندرويد فيك تشوفنا على الفيسبوك إذا أنت كنت في مرحلة سفر ممكن تشاهدنا في أي مكان لايف أنا بشكر رب من أجلكم من أجل صلواتكم وبشكر رب من أجل استجابات الصلاة من خلال هذا البرنامج وأيضا بشجعكم أنه تتواصلوا معنا طالما انه هو بث مباشر توجه اسئلتك عن طريق الفيسبوك وبنعمه الرب خلال الحلقه ممكن نجاوب على هذه التساؤلات. هذه الحلقه بدايه من الاسابيع الاولى اللي بتتعلق في ميلاد ربنا يسوع المسيح، اخترت انه اتكلم عن النبوات اللي قيلت عن ميلاد ربنا يسوع المسيح. في البدايه اسمحوا لي ان اقول ان هذه النبوات التي لا حصر لها عديده كثيره اولا ان دلت على شيء بالدل على سياده الله وعلى هيمنه الله الله له السياده والسلطان المطلق الكامل على حياه الناس على البشر على التاريخ وهو يتخطى حدود الزمن الله شايف كل شيء من البدايه للنهايه فهي النبوات عندما تتم بتدل على سياده وهيمنه الله وحضور الله في كل شيء شيء ثاني هاي النبوات احبائي بتصير بخطه محكمه منسجمه التي تظهر هدف الله ومعاملات الله مع البشر فالكتاب المقدس ليس مجرد كتاب عشوائي أو فيه ميثولوجيا مثل الكتب الأخرى واحدة من البراهين المهمة جدا لوحي الكتاب المقدس وصحة الكتاب المقدس هي النبوات العديدة من آلاف السنين لمئات السنين عبر أكثر من أربعين كاتب في أكثر من فترة 1500-1600 سنة بيتنبأوا عن مجيء يسوع المسيح في ظروف متعددة مختلفة تحت ممالك كثيرة وطبعا منهم أشخاص متنوعون مختلفون بتشوف الحكيم كسليمان النبي داود الملك بتشوف عاموس الراعي راعي الغنم وجاني الجميز بتشوف موسى النبي اللي تهذب بكل حكمة المصريين وكتاب آخرون من إشعياء لأرمياء لحسقيال في ظروف قبل السبي خلال السبي بعد السبي وكل هذه النبوات بتصير بخطة بحكمة تظهر أن الله له هدف في حياة الناس وله هدف في التاريخ أيضا شيء ثالث هذه النبوات تظهر الرسالة المحورية في كل الكتاب المقدس فكل الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى سفر الرؤية تتمحور حول شخصية المسيح المسيح اللي اليهود كانوا بيتوقعوا مجيء المسيح والمسيح المسيح الذي جاء وتمم نبوات العهد القديم وتظهر المسيح في خطة برنامج الله ولا هو خطة الفداء وخليني أعبر اليوم هذا بدل على صحة الكتاب اليوم مثلا اليهود في إسرائيل ما زالوا بيتوقعوا مجيء المسيح كمسيحيين احنا من آمن انه المسيح جاء اللي هو شخصية يسوع المسيح وقدم الفداء، فإذا هذا ان دل على شيء الكتاب المقدس رغم انه في اختلاف بين اليهود والمسيحيين لكن في الرسالة المحورية اللي بتتعلق حول المسيح، المسيحيين او المسيحيون يؤمنون أن المسيح قد جاء في الجسد وتمم خطة الخلاص وأنه سيرجع ثانية في مجيئه الثاني اليهود بينتظروا مجيء المسيح طبعا مسيح سياسي اللي راح يخلص إسرائيل وأورشليم ويثبت مملكته على كل الأرض فرغم الاختلاف لكن الرسالة المحورية هي رسالة واحدة تتكلم عن المسيح وخطة الفداء ثم احبائي النبوات تظهر لنا لاهوت المسيح. النبوات يعني بتبرهن على قدره المسيح على سياده المسيح على اعمال المسيح على ازليه المسيح وهذه النبوات بتبرهن لاهوت يسوع المسيح انه الذي جاء في الجسد وولد في بيت لحم هو الاله الأزلي الإله القدير كما قيلت عنه في النبوات تمت في مجيء يسوع المسيح من ألفين سنة ثم هذه النبوات أحبائي تظهر لنا عصمة الكتاب المقدس وسلطة الكلمة أن الوحي يسير بتناغم وتناسق بانسجام تام وكامل كل الكتاب الكتاب المقدس موحى به من الله ويقول ايضا كتبه اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس انفاس الله من خلال انبياء القديسين الهم بل اوحى لهؤلاء الكتاب انه يكتبوا وتكون الرساله واحده رغم الاختلاف السنين والقرون وكل الـ 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 يعني الكتاب عبر اكثر من 1600 سنه لكن الهدف واحد وهذا ان دل على شيء يدل على صحه الوحي على عصمه الكتاب وإن الله ساهر على كلمته ليجريها. شيء آخر من وحي الكتاب المقدس أحبائي إنه الكتاب المقدس يقود الناس إلى الحق ضد الضلال، ويقود الناس إلى اكتشاف النور ضد العمى الروحي. فإذا الكتاب المقدس بيتكلم عن شخصية المسيح. فهل يعقل ان الله يناقض نفسه بانبياء اخرون واذا جاء نبي ولم يثبت نفسه باتيان الايات البينات والمعجزات الخارقات واذا نفسه يقر انه لا يستطيع فكيف ننسب صحه وحي لاي نبي اخر لكن الكتاب يقود الناس الى اكتشاف الحق والى الهدايه من خلال نور المسيح إخوتي وأخواتي ابقوا معي لأنه بحب أتكلم عن بعض هذه النبوات في القسم الآخر وأنا بدعوكم أيضا أنه تبتدوا تتواصلوا معنا رح ممكن تشوفنا على الانترنت لايف بث مباشر وعلى القناة الفضائية قناة الحياة في كل أنحاء العالم وطبعا على الفيسبوك فيك تتواصل معنا في البث المباشر ساعود بعد قليل وسهلا أحباء المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة نبوات تتعلق بميلاد ربنا يسوع المسيح ذكرت طبعا أن هذه نبوات محددة مهدفة وأنه كل الكتاب يسير بخطة محكمة تظهر لنا هوية المسيح وشخصية المسيح وطبعا استحالة أن يكون أي شخص أو أي شخصية ممكن تقارنها أو توصفها في شخصيه يسوع المسيح طبعا مثل ما ذكرت انه في نبوات عديده في الكتاب المقدس مئات من النبوات لكن للاختصار انا رح اتكلم عن بعض النبوات اللي بتتعلق في ميلاد ربنا يسوع المسيح طبعا الله ما اخفى عن الانسان لانه الله يعلن سره لعبيده وان الله يتكلم من خلال انبياء القديسون مكتوب الله بعدما كلم الآباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه يسوع المسيح فالرب يسوع هو كلمه الله المتجسد اتخذ جسد في ملء الزمان فمن بدايه الايام عندما اخطا ادم وعصى ربه وطبعا دخلت الخطية إلى الجنس البشري وأصبح آدم الممثل الرئيسي الشرعي للجنس الآدمي الجنس البشري اللي تورثنا الخطيئة عن, عن آدم لكن برضو من هاي اللحظة في سفر التكوين إصحاح 3 وآية 15 الله بيعطي الوعد الأول وهذا الوعد تم في ولادة ربنا يسوع المسيح من خلال القديسة مريم العذراء من خلال امرأة وتمت ايضا في صلب يسوع المسيح على الصليب. في سفر التكوين اصحاح 3آية 15 بيتكلم عن يسوع المسيح الذي سيأتي من نسل المرأة لم يقل من نسل الرجل والمرأة فولاده المسيح عذراويه اللي بعد فتره زمنيه بحددها في النبوات فمكتوب من نسل المراه سيسحق راس الحيه اللي هو الشرير الشيطان التنين او الحيه القديمه وفعلا على الصليب المسيح هزم الشيطان وجرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه لكن تتمت هاي النبوة كما قال رسول بولس إلى كنيسة غلاطيا الإصحاح الرابع والآية أربعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني فخطة الله خطة الخلاص خطة الفداء من أول نبوة ذكرها الكتاب المقدس في سفر التكوين وعندما استكمل الله كل الزمن وعندما جاء الوقت المعين اللي هيأ فيه أنه يجي ربنا يسوع المسيح جاء المسيح إلى عالمنا جاء الى ارضنا وكل الغرض من أج من هذا المجيء ليخلص الانسان ولكي يفتدي الانسان يشتريه بدفع الثمن عندما قدم نفسه كفاره ذبيحه على الصليب ذبيحه بدليه من اجلك ومن اجلي حتى يقدم لنا الخلاص ثم احبائي بعد فتره من الزمن النبي إشعياء بيتكلم عن نفس هذه الولادة الولادة ما نسميها اليوم الولادة العذراوية وطبعا هذه بتشوفها في النبي إشعياء إصحاح سبعة والآية 14 ظروف هذه النبوة أحبائي الناس يعني كانت في السبي وتنتظر فادي ومخلص فالرب طبعا بيطلب من الملك أنه يعني يعمق الطلبة لكن الرب قال السيد نفسه السيد رب نفسه يعطيكم آية فالمسيح فعلا آية للعالمين هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل طبعا في بحسب البشير متى قال تكملة الذي تفسيره الله معنا فهنا احبائي بنشوف الولاده العذراويه وعندما جاء الملاك الى القديسه المطوبه العذراء مريم سالته وقالت كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا قال لها الملاك الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك فلذلك القدوس لاحظ الكلمات يعني القدوس هذه كلمه قيلت عن الله فلذلك القدوس منك يدعى ابن الله يعني اللي جاء من فوق من السماء لانه حبل به من الروح القدس ولم يمسسها اي بشر ولاده عذراويه تمت عندما ذهبت عندما بشرها القديس الملاك بشر مريم ويوسف وفعلا تمت الولاده في بيت لحم. وطبعا بيتكلم عن مكان الولاده. اشعياء تنبا 700 سنه عن هويه المسيح قبل طبعا ولاده المسيح، وعن الميلاد العذراوي. النبي ميخا بيتكلم يتنبا عن هويه المسيح وعن ازليه المسيح هذا الازلي هذه الكلمة لا تطلق إلا على الله ولد في بيت لحم النبي ميخا الإصحاح الخامس آية 2 قال وأما أنت يا بيت لحم يهوذا وعلى فكرة في ناس بتحاول تجادل هذه الآية من منذ ألاف السنين احنا بنعرف أنه بيت لحم كان يسكنها يسا أبو الملك داود وكانت مدينة داود ثم أصبحت مكان ولادة يسوع المسيح فعندما يقول بيت لحم اليهودية لأنه فعلا في بيت لحم اللي هي في الجليل فبيحدد أيضا المكان كما يقول مثلا قانا الجليل حتى يحدد الفرق عن قانا اللي موجودة في فينيقيا اللي هي موجودة في لبنان وهذا إن دل على شيء بدل أحبائي إنه هذه النبوات مش تكهن إنك تخمن وين المكان أو ما تعرفش، أماكن محددة موجودة مكتشفة حتى يومنا هذا، فيقول: أما أنت يا بيت لحم يهوذا، لست الصغرى بين ألوف يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل، لاحظ الكلام. الذي مخارجه منذ القديم منذ ايام الازل يعني اللي ولد في بيت لحم هو الازلي وهي الكلمه لا تطلق الا على الله وهنا احبائي منشوف فعلا مثل ما المسيحيين بيؤمنوا ان المسيح انسان كامل واله كامل ايضا كانسان ولد في بيت لحم وطبعا كإله هذا الذي ولد هو الإله الأزلي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل ولغويا في اللغة العبرية يعني بتتكلم عن شخص أزلي يعني لا مجال للتكهن أو التخمين في هذا الموضوع وعلى هذا الموضوع كمان النبي إشعياء بيتنبأ في إصحاح تسعة آية 6 و وسبعة بقول لانه يولد لنا ولد في ملء الزمان في بيت لحم ونعطى ابنا عطيه الله عطيه الله لان الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع ما اخذش الطبيعه الخطاءه او تورث شيء مثل اي انسان لانه المسيح جاء من السماء ونعطى ابنا وتكون الرياسه على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا أبا أبديا رئيس السلام طبعا اللي بيتكلم عن اللي ولد في بيت لحم بيسمي إله قدير مش نصف إله أو مش إله مصغر إله الجبور إله جبار في اللغة العبرية فهذا تتميم طبعا لنبوة طبعا ميخا ثم اللي ولد في بيت لحم هو يشبه اخوته بحسب نبوه موسى في التوراه في سفر التثنيه اصحاح 18 انه سيكون نبي مثل موسى وايضا مجيء المسيح يكون مصحوب بايات ومعجزات خارقات بحسب اشعياء اصحاح 35 ايه 5 فاذا لا مجال للشك أو التأويل أو التحوير في هذا الموضوع يعني أمور واضحة جدا تتعلق بمجيء يسوع المسيح فأنا بدعوك اليوم فعلا إذا عندك مداخلة عندك سؤال رح يكون التلفون مفتوح وراح أرجع بعد هذا الفاصل القصير أهلاً أحباء المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة عن نبوات تتعلق بميلاد ربنا يسوع المسيح أنا أدعوك اليوم إذا عندك أي مداخلة فيك تتواصل معنا الآن آه، كمان لما بيتكلم سفر التثنية عن مجيء يسوع المسيح أنه سيكون من نفس النسل يعني الكتاب يسير بخطة محكمة آه، كاملة آه، جداً طبعا الكتاب بيتكلم انه المسيح من سلالة ابراهيم من يعقوب من يعني اللي هو الحفيد ابراهيم جاي من سلالة ابراهيم اسحاق يعقوب يعني من نسل يهودي، لكن هو الله الظاهر في الجسد إله وانسان مثل ما شفنا لحديت الآن احبائي أنا بتكلم عن نبوات العهد القديم اللي بتتكلم عن يسوع المسيح وشفنا انه المسيح هو ازلي وايضا المسيح جاء من صبط يهوذا وفعلا يعني بحسب تكوين اصحاح 49 اي 10 تعرفوا يعقوب كان عنده الاصباط كان عنده 12 ولد الابن الاكبر كان رؤبين المفروض يعني يكون لرؤبين لانه رؤبين اخطا امام الرب فالرب شاله يعني عزله ان يكون هو اللي الـ 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 النسل والولد الثاني والثالث اللي هو شمعون ولاوي مكتوب انه قتلوا يعني انفس ابرياء سفكوا دم بريء في منطقه نابلس والشخص الرابع مين كان يتصور انه يهوذا انه يكون متسلط مشترع انه من سلالته يجي يسوع المسيح ويعني خليني اقول على فكره أنه يهوذا ما كانش إنسان كامل وحتى في سلسلة نسب المسيح في أبطال الإيمان مثل إبراهيم وآخرون وفي من من نفس السلالة في أشخاص يعني اسمهم ما كان بشرف لكن النعمة الإلهية لمست هؤلاء وحولت منهم أشخاص اللي من خلالهم يولد يسوع المسيح حسب الجسد في إشعياء إصحاح 11 بيتكلم عن المسيح الغصن وفي طبعا اليوم ما زلنا في منطقة الناصرة ناصري نتسر تعني برعم أو بتعني أيضا غصن وكمان بيكمل أنه مش بس من صبت يهوذا لكن من بيت داود من عائلة يسا من بيت داود بحسب ارمياء اصحاح 23 والايه 5 بيت داود من بيت يعقوب يملك الى الابد فكل النبوات عم بتصير بمخطط الهي ايضا النبوات تتكلم عن المسيح المسيح المسيا هذا اللقب الممسوح من الله مش ممسوح بزيت لكن ممسوح مسحة إلهية كما قال المسيح عن نفسه روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين. يسوع الذي من ناصره الجليل، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوه. فنبوات كثيره، نبوه اخرى عن مجيء المسيح من مصر، عندما هرب لمصر، يقول كتاب في هوشع صح داعش الايه الاولى من مصر دعوت ابني. وحتى ولادة يسوع المسيح مصحوبه باوجاع، هيرودس حاول قتل يسوع المسيح وعندما هرب قتل اطفال بيت لحم لتتميم نبوه ارمياء اصحاح 31 ايه 35 رحيل تبكي على اولادها، وهكذا احبائي نبوات كثيره بتتعلق في ميلاد وحياه وموت ربنا يسوع المسيح. هذه النبوات كلها صارت باحكام تمت في شخص واحد هو المسيح يسوع له كل المجد. انا بدعوك اذا عندك اي تساؤل اي استفسار الوقت مفتوح متاح لك الان. فيك تبعت أسئلتك عن طريق الفيسبوك لأنه فيك تشاهدنا لايف على الفيسبوك أو عن طريق الإنترنت وطبعا فيك تتواصل معنا عن طريق الهاتف أو سكايب خليني أخذ أخونا المحبوب اللي جاء من منطقة بيت لحم بيت صحور أبو مهند من الأردن أهلا وسهلا فيك أبو مهند أنت معانا على الهواء مساء الخير مساء الخيرات ابو خيرات. مهند تحيه محبه للاخ نزار شهيد اهلا وسهلا اهلا, أهلا, ده وسهلا, ده أهلا ده وسهلا اهلا بك دائما مرحب فيك في كل وقت حبيبي اهلين في بيتنا في بيتنا يا ايها الاخ الكريم اهلا وسهلا شكرا تفضل اخ, فضل أخ أبو, مهند. ابو مهند سيدي لدي عده كلمات تقول عن افراطه مدينه بيت لحم مم. نبوات كثيره ذكرت في الكتاب المقدس عن مكان ميلاد المسيح افراطه نعم اول نبوه في سفر التكوين 20 16 الى 35 عن عن رحيل عندما ذهبت الى بيت لحم وماتت هناك ولم يزل قبرها حتى الآن مم. في سفر راعوت المؤمنين هي آه من من أجداد المسيح يعني نعم نعم راعوت اللي المؤبي أبو عز ولد عبيد وعبيد ولد يسا ويسا ولد داود الملك. الملك وداود الملك أجا منه المسيح في أخبار الأيام الأولى 24 تنين وأخيرا في ميخا 2 خمسة وأنت يا بيت لحم أفراطة وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهودا فمنك يخرج الذي يكون متسلطا على إسرائيل وما خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل آمين آه كلمة أخرى تقول آه هوذا قد سمعنا به في افراط وجدناه في حقول الوعر فلندخل الى مساكنه لنسجد عند موطئ قدمي هذه نبوءه عن المجوس الذين ادوا الى مم. مم. المسيح في بيت لحم آه لدي سؤال يقول تفضل إذا سمحت يا يا أخي العزيز خليني أكتب السؤال تفضل آه. سؤالي يقول عندما بشرت الملائكة الرعاة آه بشرتهم بهذه الكلمة يولد لكم اليوم مخلص وهو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مبدعا في مذود لو انا مثلا سمعت هذه البشاره، هل انا انا من اهل بيت سحور بيت لحم، اعرف انه هذه المذاود وين موجوده؟ لكن اي انسان خارج البلد لا يعرف هذه المذاود وين موجوده. مم. يعني الرعاه عرفوا راسا هذه لكم العلامه، هذه لكم العلامه, العلامة. تجدون طفلا مقمطا مدعا في المدود م. يعني لو مثلا راح مثلا الملائكة أجوا مثلا لأريحة وبشروهم ما بيعرفوا وين روحوا يعني لكن رعاة بيت صحور عارفين المزاوج وين زي آه ما بتعرف انه المدود موجود في منطقة العطن العطن كلمة آرامية تعني المدخل الشرقي لمدينة بيت لحم وهناك كانت توضع الاغنام وال... و... والرعاه قبل ما يدخل ممنوع دخول ال... ال... الاغنام الى المدينه، كانوا يوضعوها خارج المدينه، خارج اسوار المدينه، مزبوط. هذا الشيء المعروف يعني مم. معروف انه المدود وين موجود. نعم نعم، ابو مهند يعني هاي هاي السؤال يعني انه انا مثلا انا ابن المنطقه وبعرف ايوه لكن صح. مثلا خارج المنطقه ما بعرف مثلا صح. صح. لو اجيت سالتم مثلا تجدون طفلا مقمطا مدعًا في المدود انه مدود ايوه ايوه آه. ابو مهند آه. شكرا جزيلا, شكراً جزيلاً. وهي المداخل, المداخل الحلوه والسؤال, والسؤال, والسؤال الحلو والسؤال. كمان ومع انك انت اجبت على هذا السؤال لكن خليني اوضح انه الملائكه بتتكلم مع الرعاه وطبعا اليس عجبا رب المجد اللي تكلمنا عنه اله وانسان الازلي بحسب نبوه ميخا 5 2 اليس عجبا انه يولد في مذود في مذود لانه ما فيش مكان وهذه العلامه تجدون لكم طفلا مقمطا لقماط بحسب القديم كل امراه كانت بتمشي زي الزنار عاملة إقماط لأنه مرات بخلفوا هن ماشيين على الطريق فكثير كان ولادات تموت نفس القماط ممكن يتحول إلى كفن فحتى في إشارات لصلب وموت المسيح من خلال الولادة في مذود ومثل ما ذكرت بيت صحور اللي هي حق للرعاة كانوا يرعوا الأغنام التي تجهز للذبايح في القدس في منطقة الهيكل إعداد وتجهيز وكان يعني الرسالة للرعاة لأن المسيح هو الراعي الصالح ورئيس الرعاة وأيضا المسيح هو أيضا حمل الله الذي يرفع خطية العالم حتى من خلال الولادة منشوف كل هاي الإشارات الحلوة شكرا كتير أبو مهند وربنا يباركك كل عام وانتم بخير نهال من إنجلترا أهلا وسهلا أخت نهال انت على الهواء مساء الخير يا حضرة كل سنة حضرتك طيب وكل المشاهدين طيبين بميلاد أعظم شخص في الوجود الرب يسوع المسيح أمين شكرا أنا عايزة أشكر حضرتك على كل ما تقدمت به من حق وعايزة أسأل سؤالين بخصوص الموضوع بتاع النهارده عايزه احط ايتين حضرتك قلتهم مع بعض واسال عليهم السؤال الاول انه الايه الاولانيه حضرتك قلت ان كل الكتاب هو موحى به من الروح القدس والآية الثانية أنه عارفين أن الكتاب المقدس كله كتب بأناس الله القديسين مسوقين بالروح القدس بالرغم من انه كان أربعين كاتب وعلى مدار 1600 سنه لكن الكتاب خالي من اي اخطاء وكامل متكامل، لكن سؤالي هنا يخص الوحي. نحن نؤمن ان الوحي ليس ديكتيشن املاء، فممكن حضرتك تشرح ايه هو الوحي او م. بمعنى اخر ايه مدى تدخل كل شخصيه من الأربعين شخص اللي كتبوه في اسلوب الكتاب. م. ده السؤال الاول. السؤال الثاني لو سمحت لي انه حضرتك قلت ان الرب يسوع مولود بالروح القدس من القديسه العذراء مريم وهي مجرد انسان فمولود من امراه فازاي الرب يسوع على حسب ما بيتسال نفس السؤال لم يرث الخطيه من العذراء مريم ارجو حضرتك توضح وربنا يباركك طيب شكرا كثير اخت نهال ربنا يباركك على هذا السؤال طبعا مثل ما ذكرت أن الكتاب المقدس يسير بتسلسل والوحي يسير بإحكام بتناغم تام والدليل أنه كل الكتاب متسلسل يعني مش عم بيخرج عن سياق الحديث وكل كاتب من الكتاب في العهد القديم أو في العهد الجديد طبعا بيتناول آه آه زاوية معينة من هوية ومن شخصية يسوع المسيح. سواء في النبوات، سواء في الذبائح، سواء في الرموز، سواء في الكلمات التي قيلت عن يسوع المسيح. لما بيقول الكتاب كل الكتاب هو موحى به من الله نافع للتعليم والتقويم للتاديب آه، الذي في البر لكي يكون انسان الله كاملا مستعدا لكل عمل صالح الكتاب موحى لكن الله بيستخدم ادوات اللي هي القديسين الانبياء اللي الله استخدمهم فنحن يعني بموضوع صحه او وحي الكتاب مش شيء بنسميه تنزيل يعني الله عم بيبعت ايات او صور للأنبياء بل بالعكس الأنبياء بيكونوا في الروح القدس والله بيلهم الأنبياء لأنه مسوقين من الروح القدس تتكلم عن أنفاس الله يعني كأنه الله عم بيتنفس في الأنبياء لكي يقودهم في كتابة هذا الوحي لكن الأنبياء طبعا <applause> كل واحد عنده اسلوب خاص في الكتابه اقصد في مثلا الضليع مثل الشعياء النبي في اللغه الفصيحه القديمه العبريه او موسى او مثلا في العهد الجديد يعني بتشوف او في كتاب اللي بيكتب بحسب الظرف اتبعه لكن كلها بتقدم رساله واحده هذا الكتاب طبعا خالي من التناقضات يمكن احيانا في ناس بتتوهم انه شبهات يعني لما بينظر اليه من زاويه معينه، لكن لما بتقرا كل الكتاب بتشوف انه في قالب واحد صيغه واحده، وبتشوف انه الكاتب هو واحد هو الروح القدس اللي استخدم الكتاب بالهامهم وبانفاسه انه يلهم الكتاب بالوحي انه يكتبوا بروح الله وهذا اللي حافظ على الكتاب المقدس وعلى صحته انه فعلا لما بتقرا الكتاب بتقول هذا الكتاب مش كتاب عادي هذا كتاب الهي وكثير ناس اعداء المسيحيه لما كانوا بيبحثوا في الكتاب المقدس لكي يهاجموا الكتاب المقدس ويهاجموا صحة الكتاب المقدس نراهم أنهم يعتنقون المسيحية ويؤمنون برب الكتاب المقدس لأنه قالوا فعلا هذا الكتاب من الله وهذا إن دل على شيء بدل أن الله ساهر على كلمته لجريها أما بالنسبة للنبوة اللي بتتعلق بالقديسة المطوبة مريم العذراء يعني الله اصطفاها الله اختارها من بين نساء العالمين انه تحمل في احشائها الرب يسوع له كل المجد، وهذه عظمه حقيقيه انه تحمل الاله الانسان يسوع المسيح في احشائها، فالرب هيأ الجسد مع انه المسيح جاء في شبه جسد الخطيه لكنه لم يفعل خطيه ولم يرث الخطية لأنه سلالة الخطية طبعا من آدم تورثنا الخطية من آدم كما يقول الكتاب المقدس بالخطيئة حبلت بأمي وطبعا الكتاب لا يستثني أي إنسان إذ الجميع أخطأ وعوزهم مجد الله ولأن آدم هو الممثل الشرعي الرسمي التمثيل للإنسان فالله اختار مريم اللي حبل فيها هو من الروح القدس يعني بمعجزة آية يعني بمعجزة خارقة إنه الله المسيح اختار إنه يتجسد في أحشاء القديسة مريم العذراء اختار جسدها لكن خالي من الخطية لأنه مش تورث من آدم جاء عن طريق مريم العذراء ولهذا السبب أن المسيح فعلا لم يتورث خطية لم يعرف خطية لم توجد فيه خطية لم يفعل خطية بل تحدى كل البشر من منكم يبكتني على خطية فلهذا السبب المسيح هو الوحيد بشهادة الأعداء وبشهاده طبعا الكتاب المقدس والناس اللي عاصرت وعاشت مع الرب يسوع المسيح. إذ شتم لم يشتم عوضا وكل ما فعل كان يسلم يعني لمن يقضي بعدل. فالمسيح الوحيد الخالي من الخطية وهذا إن يعني إن دل على شيء يجعل المسيح متميز فريد كإنسان بلا خطية أن يقوم في عملية الفداء والخلاص أن يقدم نفسه كحمل الله بلا خطية بلا عيب بلا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم وهذا ما نسميه سر من أسرار الكنيسة سر التجسد أن هذا الإله يختار أن يولد من خلال امرأة الله عاوز يعمل كوميونيكيشن عاوز يتواصل مع الإنسان فكيف الوسيلة إنه يتواصل مع الإنسان لازم يصير إنسان حتى يتواصل مع الإنسان وهذا ما فعله المسيح لكن اللي بيميزه إنه فعلا صار إنسان لكن إنسان خالي من الخطية يعني بتمنى إنه جاوبت على سؤالك يعني حتى ولو شيء بسيط أنا بدعوكم أنه تشاهدوا هذه الحلقة، وعلى فكرة إذا عندك أي شيء على الفيسبوك عندك سؤال اكتبه وجه هذا السؤال وأنا ممكن أطلب من المخرج أنه يعني يعطيني السؤال ويوريني السؤال حتى نجاوب على هذا السؤال. ابقوا معي أحبائي المشاهدين سآخذ فاصل قصير وسأعود بنعمة الرب بعد هذا الفاصل لكن بشجعك أن الخطوط الهواتف مفتوحة الآن أمامك يمكنك أن تتواصل معنا الآن ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين وصلني سؤال يقول السائل كيف تقولون أن المسيح هو الله المتجسد والقرآن يؤكد في سورة الجن أنه ليس له صاحبة هذا السؤال وصلنا عبر السكايب على فكرة سؤال كثير كثير منيح أخوي العزيز أخوي المبارك في اليوم أكثر من اثنين ونص مليار مسيحي ولا مسيحي مجنون أو غير عاقل يقول أن الله له صاحبة استحالي استحالي يعني ما في مسيح لما نتكلم عن ولادة يسوع المسيح السؤال هل الله يعجز انه ياخذ جسد ويريد ان يخلص الانسان من خلال كفاره من خلال ذبيحه اللي الناس كانت تفهم هذا الاسلوب في ايام المسيح وليس غريب عن الشرقيين يعني فكره الفداء فالله ليس له صاحبه طبعا يعني في اشياء يمكن مذكوره في القران المسيحية لا تؤمن فيها مبرأة يعني كل البراءة أأنت قلت للناس اتخذوني وأم إلهين من دون الله فش أي مسيحي يؤمن يؤمن في هذا الشيء فش حد مسيحي في هذا الوجود يؤمن أنه الله تزوج يعني الفكر حاشة حاشة يعني استحالة أنه واحد يفكر هذا الفكر الجسداني الشرير انه الله يكون له صاحبي او يتزوج لا اعرف من اين هذه الافكار يعني جاءت ولكن اؤكد لك عزيزي انه الله يعني لما حب يخلص الانسان اتخذ جسد وفي تسلسل لكل الاحداث والنبوات في العهد القديم لو في تناقض لقلنا انه في مشكله لكن كون انه تم في شخص المسيح اللي برهن وأثبت نفسه للناس إنه صاحب دعوة وفي مصداقية وفي محاسبة أي إنسان ممكن يطلع على الكتاب المقدس المسيح كان حازم مش متردد مش كان يشك في أمره وما قالش استنوا شوي علي تأجيب أسأل لا كان في الحال بيصير بين الناس ومعجزات تحدث من خلال قوة المسيح فإذا هذا السؤال بعيد كل البعد عن المسيحية فالمسيحية لا تؤمن أن الله له صاحبة فهذا ضرب من الجنون حاشا أن الله يكون له صاحب نحن نتكلم عن المسيح حبل به من الروح القدس وولد ولادة عذروية وطبعا أنه بلا خطية وهذه المواصفات لم تكمل ولم تتم إلا في شخص يسوع المسيح خليني أخذ سؤال من جورج من كندا أهلا وسهلا أخ جورج أنت معانا على الهواء سلام الرب يسوع مع أخي نزار أهلا وسهلا أخ جورج أهلا وسهلا أنا بتشكرك بتشكرك على المكالمة أنا آسف عم بسمع كثير صوت طوط... صوت مش حافظ. انا بس كنت بدي اقول اضيف أه وضع لاني دخلت على الحلقه شوي اسمعني لسا من بس انا سامعك كويس تفضل اخ جورج اوكي أه بس دخلت شوي على الحلقه متاخر بس كنت بدي اضيف واقول انه آه انه الحسابات اليوم لو حكى في الحسابات الرياضيه يقول الاحتمال تبعها كبير جدا حتى الاسفار ما في تتعدى لانه الاحتمال صعب جدا بالنسبه للنبوات اللي حصلت في العهد القديم حتى انه اه تشابه مجيء الرب يسوع لانه في مجيء كملت كل ال 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 النبوات وكان بدي شغله ثانيه يعني كمان انه لاخي مهند ابو مهند انه لما جاءوا حتى يقول لك ما يعرفوا لانه يعني كان مو بس بالملائكه اللي في الاخير يعني حتى كان بالشهاب النجم كان ماشي قدام ساير من بين وقف فوق الـ فوق, الـ فوق الـ المغارة، سو yeah. uh, so, uh, كان هذا كمان أحد الأسباب اللي عرفوا فيه لأن كان النجم عم بيقود إلى المغارة. سو هذا اللي كنت اقوله انا بتشكرك جدا اخي الاصرار بدي اقول المسلمين خاصه احيانا لما كان بيقولوا انه كيف بيجوا مع هي خاطئه معناتها هو كمان خاطئ طبعا لانه قدوس القدوسين لا لا يصلى ولا يغرسه اي شيء من الخطيئه لانه ولد من روح القدس بدون خطيئه ولو كان الجسد جسد, جسد الاعضاء قد ولد بخطيئه فهو بدون خطيئه مم. بس كنت اقول اصلا بيرجعوا عليه كثير المسلمين وبارك لك الرب اخي نزار وشكرا جزيلا آه شكرا جزيلا اخ جورج ربنا يباركك ويعوض تعب محبتك احبائي جزء كبير من الكتاب المقدس هو كتاب نبوات وهي النبوات تمت في العهد القديم وفي العهد الجديد مثل ما ذكرت في البدايه أن هاي النبوات هي محدده مهدفة مش تخمين ولا تكهن يعني النبي اشعياء بيتنبأ 200 سنه قبل مجيء الملك كورش مملكه فارس <applause> طبعا يعني حتى اللي بيحاول يعاند او ناقد يعني ينبهر امام صحه هذه النبوات، ومثل ما ذكر اخوي جورج في علم الاحتمال: اذا جبت نقول انا لانه من فلسطين، ارض فلسطين كامله، حط اوراق على علو متر ورقه حط عليها علامه، ورقه صغيره عليها علامه بين كل الاوراق، حط عصابه على عينين شخص واطلب منه انه يجد هذه الورقه فما هو احتمال انه يجد هذه الورقه في كل هذه المساحه يمكن بتقول معي مستحيل فتخيل كم بالحري مئات النبوات بتتم في شخص واحد وهذا جدير بالذكر لا يوجد أي كتاب آخر في أي نبوة واحدة ولا أي نبي تجرأ يدعي حتى النبوة أنه يتنبأ ويقول النبي هو اللي بيتنبا حتى المسيح تنبا على هلاك اورشليم وكل اللي كان يقوله كان يتم. اعزائي المشاهدين هذه النبوات صارت بحذافيرها. فعلا المسيح جاء من سلاله ابراهيم واسحاق ويعقوب. فعلا المسيح ولد من جاء من سبط يهوذا. فعلا المسيح جاء من عائله يسّا. من بيت داود فعلا المسيح ولد في بيت لحم لتتميم النبوة يدعى الغصن إشعية 11 ويدعى المسيح الممسوح من الله وأيضا إلها قديرا أزليا يعني كل هاي النبوات اللي تنبأت عن يسوع المسيح تمت بالكامل على الظرف والمكان كلها اللي تمت في يسوع المسيح. ونحن نقترب الى عيد الميلاد، يعني في هذا الشهر او في يناير. انا بدعوك اليوم انك تفكر هذا الشخص اللي جاء وفعلا قسم التاريخ الى قسمين. وهذا الشخص الاهم من انه قسم التاريخ هو المخلص. هو المخلص اللي بيدعو كل انسان الى الخلاص. فانا بدعوك اليوم اسمه مسيح مخلص، فاذا اليوم بخلص من الخطيه من الاعداء من المرض من الغضب بخلص من الضياع من الهلاك، بخلص حتى يعطي حياه ابديه وبخلص حتى يكتب اسمك في سفر الحياه. هذا الذي ولد في بيت لحم متواضعا. يوما ما سيرجع مكتوب عنه عيناه كلهيب نار وسوف نواجه يسوع المسيح. أنا بدعوك إنك تقبل يسوع المسيح وتسلم حياتك له اليوم حتى تحصل على غفران الخطايا وفعلا على الحياة الأبدية عندما تتوب عن خطاياك وتصلي تقول يا رب ارحمني أنا بتوب عن كل خطية طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم وبشكرك لأنك جئت من أجل خلاصي. بكلمات بسيطة فيك ترفع صوتك للرب. هو حي بيتواصل بيستجيب. لأنه حي حتى يوم من هذا. المسيح هو الوحيد الحي إلى أبد الآبدين. أطلب منه سوف يأتي إلى حياتك. الرب يباركك وإلى اللقاء.